بعدما كانت هواية التصوير مقتصرة حول استخدام آلات تصويرية يأخذ فيها الهاوي وقتاً لالتقاط الزاوية المناسبة، في وقت كان يصعب عليه تصوير فيديوهات من العلية، أصبح في الآونة الأخيرة هذا ممكناً بفضل جهاز الدرون. اتجد المصورين الهواة يتفننون في إبراز المعالم السياحية لبلادنا، رغم أن السلطات الجزائرية تمنع استخدامه دون ترخيص. كيما الكوتي بوزيتيف تاع ليتيزاسيون تاع لو درون سي كوتي بور لا بروموسيون، يعني يصور باش يروج للسياحه الجزائريه، ولكن ما لازمش هذه المهمه تتغلب ولا تقدر تعطل ولا تقدر تاثر على مهمات اخرى اهم. وسائل كيف هذه تقدر تستخدم لاغراض اخرى، كاغراض علميه او اغراض يعني للترويج او لامور اخرى. التخوف من استغلال الدرون لأغراض التجسس أحد أسباب التضييق في استخدامه، لكن هذا لم يمنع الشباب من احتراف التصوير، ووجدوا طريقة لإدخال الدرون للسوق عن طريق تفكيك الجهاز، أمر يستدعي وضع قانون ضابط لتحديد أغراض الاستخدام. في دول متقدمة كاين قوانين أنه تسمح للمستخدمين يعني للدرون إذا كان العلو يعني الطيران ما يتعداش 15 متر، وإذا كان يتعدى 15 متر كان قانون آخر لازم الأوتوريزاسيون ولازم ضوابط أمنية أخرى. رغم المنع إلا أن من إيجابيات استخدام جهاز الدرون هو التفنن في التقاط أجمل الفيديوهات لمعالمنا السياحية، في رسالة واضحة من هواة التصوير أن الجزائر بلد السياحة بامتياز.